كم هو ثقل السماوات السبع؟ من الذي حملها كلها؟ لما لا تسقط؟ لما النجوم لا تسقط؟ من هذه قدرته؟ من هذه عظمته؟ لماذا الأمور تمر علينا ما تدبرها ليه؟ أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك إلهنا بمقدار. عظمنا الدنيا، عظمنا الملوك، عظمنا المملكات، عظمنا ما نملك، ونسينا مالك الأملاك ومدير الأفلاك وقاضي الحاجات ومنفس الكربات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وغافر الزلات وقابل التوبات. أنسينا صاحب الملك الحقيقي؟ يملك الملوك، وما يملك الملوك فهو ملك الله. من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله عز وجل، إنه الله عز وجل. سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك سبحانك. آيات في كل شيء، كل شيء تنظر إليه كأنه يناديك ويقول تعرف على الله عن طريقي. تنظر إلى الجبل، من الذي أعطاه هذه القوة؟ الله. ومن الذي يعرف ما بداخله؟ الله. تنظر إلى البحر، من يعرف أسرار عمقه؟ الله. من الذي وضعه؟ الله. ولو عظم العبد ربه ما تجرأ على معصيته، ولو عظم العبد ربه ما تجرأ. أصغينا إلى حفيف شجر، ولا ترنم طائر ولا قرير ماء، إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك، دالة على أن ليس كمثلك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنك غالب لا تغلب عدل.